يعني صوتك ما كانتش موجود، انا يعني انا عارف انك زعلان جدا. طبعا حضرتك كصراحة طيب، حضرتك واحد من اللي بداوا في، طب اهو خلاص اهو ردوا عليك على طول اهو، شوف بس عشان تعرف بس. طبعا برحب بيك، انا عارف ان حضرتك كنت موجود في الانطلاق، لكن دلوقتي خلاص ربنا بقى يعني كرمك وبدات بشغلك الخاص وبقيت واحد من المؤلفين اللي ان شاء الله ليه مستقبل باهر، ابو المخرجين كمان والمخرجين، بس انا بتكلم على العمل الابرز اللي احنا كلنا متابعينه، ابو العروسه واحد واثنين وقبليهم طبعا البدايه كانت مسلسل قلوب. فبرحب بيك ولا كل سنه طيب. ربنا يخليك، كل سنه طيبين. مبسوط جدا ان انا موجود في الحدث العظيم ده، لان ده كيان كبير اتولد على ايدنا. طبعا استاذ احمد، يعني احنا بنتكلم في حضرتك يعني واحد من اللي بداوا تاسيس قناه النادي الاهلي، وواحد من